أبدأ معك إسلام، يعني العين كانت ولا زالت على غزة، ولكنها الآن تركز على جباليا تحديدا وخطورة الوضع فيها، فضعنا في صورة آخر التطورات. نعم ديما، من الجيد الإشارة إلى أن الوضع ساخن للغاية إن كان في مدينة غزة أو في شمال غزة والقلب من ذلك جباليا، ولكن أيضا فيما بينهما منطقة جباليا البلد وجباليا النزلة ومنطقة التفاح أيضا مشتعلة، وحدثت فيها غارات عنيفة وأعداد الشهداء فيها لم يتوقف. حتى قبل لحظات كانت هناك غارة على منزل في حي التفاح ما أدى إلى 4 شهداء، وأيضا أو عدد من الشهداء أزيد، 4 شهداء كانوا في منزل داخل جباليا عائلة الهرش في منطقة السكنة. هذا المنزل قصف وقتل من فيه، لم تستطع طواقم الإسعاف الوصول وقصف مرة ثانية، وبعد ذلك تمكنت طواقم الإسعاف من الوصول. وفق إفادة مدير الإسعاف والطوارئ وفي كمال عدوان يقول إنهم انتشلوا 4 جثامين، جثمان لسيدة و3 جثامين عبارة عن أشلاء، لأن المنزل قصف مرتين على من فيه بعد أن قتلوا حتى. وبالتالي هذا يعطي مؤشر حول حجم الغارات الإسرائيلية التي تجري بشكل من حيث عددها وكميتها ومن حيث أيضا القوة التفجيرية التي تستخدمها إسرائيل. من الواضح أنها تقوم باستخدام قدرات تفجيرية كبيرة وهائلة، لأن أصوات الانفجارات تسمع على مسافات بعيدة للغاية، إن كان القصف في مدينة غزة يسمع في الشمال والعكس أيضا. مدينة غزة نالها قسط وافر من الاستهدافات، 3 شهداء في شارع الرشيد غربا، حي الصبرة جنوب المدينة أيضا استهداف لمنزل، حي الزيتون الاستهدافات في شرق الزيتون ومنطقة السكة فيه ومنطقة دلول لم تتوقف ومنطقة دولة، وبالالتفات إلى الشرق أيضا حي التفاح الوضع هناك صعب للغاية، وآخر الغارات التي تحدثنا عنها بحق منزل عائلة أبو اللبن. وفي الدخول وبالدخول إلى المنطقة الفاصلة بين جباليا ومدينة غزة، جباليا البلد وجباليا النزلة أقصد، التي طاولتها أوامر الإخلاء الإسرائيلية، الوضع هناك أيضا صعب للغاية، الناس تنزح تهيم على وجوهها، والاحتلال الإسرائيلي لا يقوم بإبلاغ الناس أو أمر الإخلاء وفقط عبر منشورات أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو عبر اتصالات هاتفية، هو يسبق ويواكب ويتبع هذه الأوامر بقصف عنيف ومخيف يسعى إلى ردع المواطنين وإجبارهم على النزوح قسرا. بالتالي عدد من الفلسطينيين اضطر للنزوح، لكن العدد الأكبر كما هو الحال في جباليا، العدد الأكبر من الفلسطينيين من سكان أحياء الشيخ رضوان وأبو اسكندر جباليا البلد وجباليا النزلة والصفطاوي لم ينزحوا بعد، هؤلاء يقصفوا ويدفعوا الثمن كما يدفع أهالي جباليا الذين لم ينزحوا الثمن لليوم 8 على التوالي. المشهد الميداني صعب في شق المشهد الميداني المرتبط بأعمال المقاومة أيضا، حيث أعلنت المقاومة عن عدد من عمليات الاستهداف لتمركزات وآليات جيش الاحتلال الإسرائيلي ما بين قذائف هاون أو استهداف آليات لجيش الاحتلال، كان آخر هذه الإعلانات ما قالت إن كتائب القسام إن عناصرها فعلوه، حيث استهدفوا دبابة في مقبرة الفالوجة في مخيم جباليا بقذيفة ياسين 105. المشهد الإنساني صعب أيضا، المستشفيات لا زالت تحاول ألا تخرج عن الخدمة عمليا رغم التهديدات الإسرائيلية التي لا تتوقف، مستشفى العودة ومستشفى كمال عدوان وأيضا المستشفى الأندونيسي، وإن كان وضعه أكثر خطورة لأنه متطرف أكثر من حيث الموقع الجغرافي، وبالتالي فإن العمل يتركز أكثر على العودة وكمال عدوان، خصوصا أن العودة فيه خدمة العمليات، والطبيب الذي كان يتحدث هو طبيب العظام الوحيد الموجود في شمال قطاع غزة، كان معنا في مقابلة قبل قليل، وأيضا مستشفى كمال عدوان هو مستشفى الأطفال الوحيد في شمال قطاع غزة، وبالتالي هذه المستشفيات لا يمكن لها أن تقف، المنظومة الصحية تؤكد على ذلك وجيش الاحتلال يؤكد على العكس لأنه معني بإخلائها وبالتالي إخلاء المناطق المحيطة بها تباعا، لأن الناس تستأنس بهذه المستشفيات وبقائها، وإذا ما أخلت هذه المستشفيات فإن ذلك سيشكل هدم لجدار من الثقة المتبادلة إن جاز لنا أن نسميه بين هؤلاء الناس وبين المستشفيات التي يسكنون حولها. اليوم تمكنت الجهات الصحية أخيرا بعد محاولات استمرت 5 أيام من إدخال وقود إلى مستشفيات شمال قطاع غزة من جنوب القطاع، وأيضا إخراج عدد من المصابين والجرحى من كمال عدوان والعودة إلى مستشفى الشفاء مبدئيا من أجل تقييمهم ثم العمل على نقلهم إلى جنوب القطاع. هذه اللحلحة البسيطة تعطي مؤشر إيجابي، ولكن على الأرض جيش الاحتلال الإسرائيلي لا يعطي أي مؤشر إيجابي، على العكس تماما رغم سماحه بإدخال
هذا الوقود وإخراج عدد من الجرحى، إلا أنه مستمر في تشديد الخناق والحصار على شمال قطاع غزة. نحن الآن في اليوم الثامن، لم تدخل أي مساعدات إنسانية لا غذائية ولا صحية ولا حتى مياه صالحة للشرب للمواطنين المحاصرين، وهم بعشرات الآلاف في جباليا، والآن يضاف إليهم في جباليا البلد والشيخ رضوان وأبو اسكندر.